السلام عليكم تفرحوا بالإنوان تشاهدونا في اللايف وتشكروا أخ عزيز عن الموقع سيدي قاسم 24 فالبداية كانت ديال الثنائي حميدة وحميدة سنة 1987 كبداية بدينا في برنامج تلفزيوني المعروف كان أنا ذاك يدير هو برنامج سباق المنقول من بعد كنت مشينا للتلفاز البرنامج ابتسامة مع محمد عمورة سنة 1989 أنا ذاك دخلنا للعمل الاحترافي العمل الاحترافي الأول بدأ تسجيل ألبوم غنائي كوميدي سنة 1991 فالشيء اللي تميزنا به كثنائي كوميدي هو بما يعنى اليوم تيقولوا لي بارودي يعني تتشد أغنية وتقلب لها الكلمات ديالها ولكن بطريقة بروفيسيونيل يعني دخلنا لارونجمون ميوزيكال بالسانتي بالبواطاريف بالعازفين المختلفين فاستمرت بدينا الرحلة ديال الثنائي ديالنا آنذاك وسجلنا عشرات من الألبومات كان بدون افتخار الثنائي الوحيد في المغرب اللي غنى على ثلاثة الفرق اللي هما الاتحاد القاسمي كما خرجنا واحد الألبوم على سيدي القاسم في 1996 اللي هو بعنوان حفار القبور وفي نفس السنة كانت الرجاء الدوبلي البطولة والكاس خرجنا عليهم تاهما ألبوم غنائي كوميدي وفي 98 خرجنا ألبوم عن المنتخب الوطني تأهيل ديالو لكأس العالم نتنظم مونديال فرنسا شاركنا في عدة مهرجانات مع فنانين كبار إلى انقطعنا على كما يعرف الجميع كنت مرت واحد الأزمة صحية والآن الحمد لله احنا رجعنا للميدان الثقافي والفني في مدينة سيدي قاسم على ذكر يعني الجانب الثقافي في نفس سيدي قاسم كنشوفوا العودة ديالك كانت عودة ميمونة في سيدي قاسم لاحظنا واحد الاتحاد واحد الائتلاف ما بين الإخوان في سيدي قاسم اللي ما أحوجنا إليه يعني باش كنشوفوا صالونات أدبية وأنشطة ثقافية يمتزج فيها مزيج من الإخوة يختلف مشاربهم في المجتمع هناك السياسي هناك الفاعل الجمعوي هناك الكوميدي هناك المسرحي هناك الإعلامي أصبحت يعني أصبحت عندنا واحد نقولوا واحد الأرضية يمكن أن نشتغل عليها لا نقول أن أصبحت عندنا أرضية ما نقولش أصبحت عندنا واحد ولكن هناك أرضية يعني واش متفائل بهذه الأرضية هذه اللي شناها مؤخرا الحمد لله تنشكر وانا تنوجه نداء يعني كثر القيل على الجمعيات وعلى واحد كيقولوا واحد الشعار ديال اصحاب المرقى الزرقاء ولكن لا انا ضد هذه الفكره كاين الحمد لله شباب اللي انخرطوا في العمل الجمعوي و يعني نشطنا معاهم اللي ما عندهمش الهدف الهاجس المادي وعندهم غيره على الثقافه والفن في المدينه وكما اشتغلنا مع جمعية المجتمع المدني اللي كانوا يديروا ديك الحفل ديال تضامنا مع تكلا صوفيا اللي تنشروا لجميع الإخوة اللي ساهموا في هذا العمل الإنساني الخيري هنا في تيبين لي بأن الحمد لله راه كاين عمل مجموعة من الإخوة يعني كيحيوك السي بندريس بندريس الأخت أسماء الخنوسي يعني كيتمنوا لك العوده موفقه للميدان شكرا للجميع وهذا اللي كيشجعنا حنا كابناء سيدي قاسم حنا الحمد لله تنفتخروا بهذه المدينه وتنفتخروا بها لان عندها طاقات سيدي قاسم معمر كيقول سيدي قاسم ماتت بالعكس حنا اللي خصنا نفيقوا حنا خصنا نقوموا الحمد لله في هذا العام كاين حركه كاين بوادر كاين بوادر ديال الخير يعني ملي كنشوفوا ناس يعني كتجمع لحاجه زوينه بدون حزازات يعني نتفائل الحمد لله شنو الجديد استاذ الجديد كاين هو ان اسسنا واحد النقابه ديال مهن فنون الدراما المحترفين ديال القصيري وسيدي قاسم فيها الاخوان ديال القصيري وديال سيدي قاسم كنحضر معنا الفنان الكبير انور الجندي وعبد الكبير ديالنا الممثل المعروف الحمد لله غادي تنفكروا هذا نداء تنوجهوا للاخوان كاملين جميع التوجهات ديالهم الجمعويه الثقافيه الفنيه الرياضيه الموسيقيه لا التعليم باش نشكلوا واحد الرابطه ولا واحد المنتدى ديال ابناء المدينه ولا الناس اللي تيقطنوا في المدينه باش ننهضوا تكون واحد النهضه ثقافيه فنيه بدون مقابل كنقولها من الان تنوجه نداء اي واحد احتاجنا في العمل الفني ولا الجمعوي حنا راه الاشاره علاش باش نربطوا الماضي بالحاضر لان سيدي قاسم واحد الوقت كانت نشيطه على الصعيد الوطني عطات مواهب كثيره في الفن في الرياضه في جميع المجالات والحمد لله هذه السنه
كاينه بادره طيبه وكاين مشاريع كثيره ان شاء الله في 2019 الصعيد الفني. كلمه اخيره لك. كلمه اخيره تنقول الاخوان مازال الامل في هذه المدينه وتنتمنى الشباب ينخرط وشخصكم الاخ عزيز اللي يعني تنحسدكم لان تتمنين نرجعوا للسن ديالكم لان الحمد لله كاين طاقات سيتيبلوا يشتغلوا بدون مقابل بدون شروط بدون حاجات. الناس متواضعين ناس مثقفين كيخلوا داك الشيء كاع الباكاج ديالهم راه كيف حنا اللي خدمنا الثقافه وابناء سيدي قاسم هذا الشيء اللي كنفتخروا به. ونتمنوا ان شاء الله باش تكون سنه 2019 سنه ديال الثقافه والفن والعمل الاجتماعي والجمعوي داخل المدينه وخص الجميع ينخرط لان تنفتخروا ملي تنمشيو حنا خارجين من سيدي قاسم وتنلقاو وحدين تنقول حنا من سيدي قاسم تيقول لكم انتم سيدي قاسم كانت معروفه على الكره بغينا نتعرفوا بالثقافه والفن والعمل الجمعوي. طبعا هناك نفتح واحد القوس خويا قاسم بغينا شي اسبوع ثقافي بحال شليحه 2019 سي بندريس. سي بندريس يقول لك سي قاسم بغينا شي اسبوع ثقافي هذا فتح لنا قوس ديال دوك كانت واحد الايام كدار عندنا في المنطقه تحت يعني الاسابيع الثقافيه اللي كانت يعني سابقه من نوعها يعني حي ياخذ باديه اسبوع ثقافي اسبوع حينما نتحدث عن اسبوع ثقافي نربطه ربطا بجامعه او كليه او مؤسسه ولكن حي شعبي باقل المقومات بدون المؤسسات الاجتماعيه يقوم يعني هذا كان جهد كبير. كيفاش ربطنا بهذا ترجعنا لهذا الحدث الاخر؟ كانت بادره خدينا احنا الاخوان ديال الحي وكانت على ما اظن وخلات في سنه 2000 دابا شي 18 سنه باش درنا الدوره الاولى باكراهاتها ما كانتش على لا مبادره وطنيه للتنميه البشريه لا مساعدات لا منحه. استطعنا باش نديروا اربعه الدورات ديال المهرجان في حي ونقاطع لي ظروف ونتمنى ان شاء الله هذا العام باش نكونوا حنا ديال الناس ديال سكان شليحات وحي الرميل والبرينات حاج قاسم ولما لا ندخلوا معنا تحي جوهره اللي هو قريبنا باش نديروا واحد المهرجان وانا على يقين ان شاء الله نديروا جميع الجهد ديالنا باش يكون مهرجان في ديك المنطقه. الاخت بوشطا كتقول لكم عوده موفقه ان شاء الله ولكننا كنتسناوكم وتحيات اخرى من الاخوان يعني ككلمه اخيره الاخوان للجمهور ديالكم والثنائي ديالكم. كلمة أخيرة نقول لهم حنا إن شاء الله كاينين وهذا العام إن شاء الله تنوعدوا الجمهور بأن كما قلنا المهرجان إن شاء الله غادي نحييوه في حي شليحات والفريق القاسمي غادي نسجلوا إعادة الألبوم ديال حفار القبور اللي مديرين ليه حفار القبور فين هذا الغبور وكاين عمل كوميدي غادي نرجعوا ديك الأعمال القديمة ديال رسالة جديدة وكاين واحد السلسلة كوميدية ديال أنا الصديق ديال حميدة والكبيدة اللي غادي تكون غادي تصور على شكل بحال ديال حازم ايقونه ديال الكوميديا ديال حسن البد غادي نسجلوها مع شركه القنطره والمخرج المعروف ديالنا القاسمي اللي فاز بعده جوائز رشيد السعيدي. ان شاء الله تنوعدكم غادي يكون ان شاء الله الجديد واي جديد راه يكون سيدي قاسم فانكار ان شاء الله هي الاولى غادي نكون. شكرا استاذ وتنتمنوا لكم عوده ميمونه وعوده موفقه ان شاء الله للميدان الثقافي. احنا اللي تنحييوك وكانت فرصه يعني تواصلنا عرفنا الجديد. معنا كذلك الاستاذ احد العناصر الاساسيه تاع ثنائي حميده الكبيده. استاذ يعني الاخ قاسم تحدث لنا على العوده تاعكم للميدان الثقافي وفي نفس الوقت اعطانا واحد الاشاره ديال ان في العوده ديالكم لقيتوا واحد البوادر الخير هنا في المدينه واحد التلاقح ما بين الناس اللي يقدروا قال لك هاد الاشياء يقدروا يعطينا واحد الارضيه ديال الاشتغال يعني ارضيه نظيفه يعني بدون ديك الهضره ديال الحزازات يعني الحمد لله بدات تتبان البوادر. كيفاش كتشوفوا انتم بسم الله الرحمن الرحيم؟ الحمد لله حنا كنشوفوا هاد البوادر طيبه وفي الحقيقه والله العظيم الا فرحانين علاش لان غيكون ان شاء الله واحد المسار نقي كما كنقولوا نقي بدون عراقيل بدون مشاكل. ومن بعد الوقفه ديال حميده وكبيده اللي دامت واحد المده نظرا للمرض الصديق قاسم الحمد لله دابا راه ولا بصحيحته وكنشوفوا
وكاين اعمال جديده ان شاء الله اللي غادي نحاولوا ان نجوها للجمهور القريب. التوفيق ان شاء الله وشكرا. شكرا استاذ. شكرا سي قاسم، ونضربوا معكم ان شاء الله في شي نشاط وشي